قديما كان له اهتمام كبير، وكان هو ما يسمى الآن بالسلطة الرابعة، كان له السلطة كبيرة على المجتمعات والتأثير في المجتمعات، فهو عبارة عن حجة وحجاج تعامل به الناس لإقناع الغير. كما أن وخاصة في عصرنا هذا للشعر دور كبير أيضا، ولكن قد عمي دوره. القيام بالشعر والشعرية الجزائرية هو منوط بالمثقفين الجزائريين وبالشعراء على وجه الخصوص، بمعنى أنه زمن انتظار الشعراء للمؤسسات الرسمية بأن تقوم بحمل هم هموم الشعراء على عاتقها قد ولى. الآن الشعراء في الدول العربية وفي العالم بأسره يقومون بذاتهم بتأسيس لجمعيات ولنوادي ولمؤسسات قائمة بذاتها، بمعنى أنه الشعراء الآن هم من يقوم بنشر الشعر، وهم من يقوم بطبع الشعر، وهم من يقوم بتولي هموم الشعرية خاصة وعامة. لازم يتكفلوا بهم، إذا ما تكفلوش بهم الشيء ما يمشيش. لازم كما نقولوا احنا السلطات المحلية ما على مستوى الوطني ثاني يلزم يتكفلوا بهذا الشعراء، باسكو كاين فيهم اللي عندهم كفاءة، عندهم إمكانيات ولاباس بهم، ومنهم تنجم الجزائر كما قالوا اسمه تكتشف هنايا شعراء ما شاء الله ويكونوا على مستوى العالمي ماشي غير على المستوى الوطني. فيما يخص الإمكانيات التي تتوفر عليها الملتقيات، وفيما يخص انشغالات أخرى مرتبطة خاصة بالنشر، خاصة النشر الورقة، أين لا يتلقون الدعم الكافي مما يجعلهم يكفون أو يجعل بعضهم يكفون عن النشاط، لأن النشر أمر مهم جدا في مجال الشعر، لأن الشعر مرتبط بقضية إيصال الكلمة إلى الجمهور. مناخ في الجزائر الثقافي لا أقول بأنه يساعد على إنجاز قصيدة أو على إخراج شعراء كبار. نحن في الجزائر عاجزون عن إخراج شعراء كبار أو حتى شعراء مشاريع شعراء للعالم العربي. الآن الشاعر الجزائري عليه أن ينطلق من خارج الجزائر لكي يسمع هنا في الجزائر. نحن هكذا كما يقولوا غياط الحومة ما يزهيش. والشاعر له انشغالات كثيرة، هذه انشغالات تتعدى الأمور الشخصية تتعدى المجتمع. الأمور الشخصية في الشاعر أيضا لابد له من إضاءة، لابد له من ظهور حتى يمكن ويمكن له في المجتمع حتى يؤدي دوره ويؤدي رسالته على أتم وجه. وفي الحقيقة أنه الشاعر نلاحظ أنه يعاني من عديد الصعوبات، ربما نختصرها لك في قضية النشر. لو الشاعر يلقى دور تنشر له القصائد تاعو والدواوين تاعو راح يكون عطاء أكثر، وراح يكون دواوين قمة، خاصة في الجزائر اللي هي بلد ولود إن صح التعبير، مليئة بالشعراء، بلد طيناتها طيبة فيها شعر، فقط ينتظر الشاعر أن تكون هناك دور تهتم به وبدواوينه حتى يكون عندنا شعر جميل في الجزائر إن شاء الله. فنتمنى من الجهات الإدارية اللي هي في التخصص تاعها متميزة جدا، تقدر توصل بهذا الشاعر، تقدر تيسر له، تقدر تخلي اهتمامه كامل منصب على الشعر والإبداع حتى يقدر يعطي. نتمنى ونعاود ونكرر أنها تحاول تتعامل معهم، تحتك معهم، راح نكونوا خير من المشارقة إن شاء الله. هذا رأيي وأنا أجزم به، ودائما نحب هذا القول أكرره في مجلسي، هو قول أحد الحكماء من أصدقائي، يقول لي وراء كل نهضة قصيدة، وراء كل نهضة قصيدة. أوجه نداء للسلطات المحلية والوطنية لكي يهتموا بهذا الجانب العلمي والثقافي، فله دور كبير في تنمية المهارات وتنمية القدرات الشخصية للإنسان. فهو لكي نحارب هذه الآفات الاجتماعية لابد من إحياء هذه الندوات وهذه الأمسيات الشعرية لكي ننتشل ونصطاد الشباب من آفات هذا المجتمع. وكان ما كاش كما نقولوا احنا الدعم من عند الدوله، وما كاش الدعم من عند الوزاره ومن عند كما السلطات المحليه اي كانت، هذا الشعراء هذو ما يقدروش كما نقولوا حنايا
كما احنا يواسو كوش عندهم عندهم الاجتهاد بصح ما يكونش عندهم الوسائل تخصهم ما ينجموش يديروا حاجات بزاف. نتوجه بنداء الى الوزاره والى كل الجهات المختصه من اجل تأطير العمل الشعري خاصه الشبابي ومن اجل الاهتمام بشكل اكبر به.